بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة فيديو عشوائي لعربيتين سبورتاج 2019 أول فئة و2019 هاي لاين. خلينا نبدأ بالسبورتاج 2019 واللي فيها شرخ بسيط عند الإكسدام من هنا هوت، برضو أثناء الفحص لاحظت الخربوش على الرفرف دوت، وكسر بسيط تحت الفانوس اللي قدام، نلف لفة بسيطة حوالين العربية. الرفرف ده كله يعني النص دوت كده مدوق على البارد، وفي خربوش معمول بقلم يعني حتة كده صغيرة على قدها لا تذكر. القايم هنا هو واقع عليه حاجة كده هوت بتاع الإزاز، برضو جات على البارد مرشتش بويا خالص. بقيت الجنب سليم ما عدا المرمى ديت، دي بتتجهز طبعا علشان تخش تترش. طبعا اللزق الموجود على الاكسدامات ورا دوت برضو مطرح الخرابيش اكيد مدرية. الكساحة اللي تحت بتاعت الاكسدام فيها ملحوظة هنشوفها دلوقتي حالا، اللي هي دي كسر في كساحة الاكسدام من تحت. برضو يعني العربية كانت مع راجل كبير وباسمه هو اللي ركبها، والعربية دي 2019 عاملة 29,000 كيلو وفيها شوية دفات اللي احنا شفناها. طيب العربية دي ممكن تنفع مكاتب الإيجار لأنها ممكن تيجي بسعر يعني 360 355 350، صاحبي بيتكلم في 370 وممكن نتكلم معاه. دي صور الصالون من جوه، أنا بس خدتها كده لقطتين بسرعة لأني كنت مستعجل. العربية أول فئة زي ما قلنا، وهنسيب برضو الأسعار والبيانات. بعد كده قابلت واحد وسيط حبيبي وصلني العربية ديت 2019 توب لاين، حساسات أمامية وخلفية وسقف بانوراما، والعربية دي رايقة قوي، والديفوهات اللي هنشوفها حاجات بسيطة جدا ورايقة جدا جدا على العربية اللي قبلها. خربوش لا يذكر ما تشوفوش من بعيد اللي أنا شورتلك عليه دلوقتي حالا. بقيت الجنب سليم زيرو، مفهوش غير التكاية الصغننة دي اهيت. وبرضو يعني اما نلف كده هو هفتح لكم الباب برضو عشان تشوفها من جوه، غير مؤثرة بالمرة. بعد كده هنلف كده هو نشوف حاجة على الكبوت رايق ولا لأ، ولا في خرابيش. هنلاقي بس كده هو يعني حبيتين من مطرح تراب السفر برضو ما تشوفهمش من بعيد. نلف على الجنب التاني مفهوش اي حاجة غير الخربوش الصغير الاكسدام اللي مش باين دوت. الرفرف ده مفهوش الهوا، مفيش طبعا الحتة اللي احنا شفناها في العربية اللي فاتت بتاعت الام بتاعت الازاز. باقي الجنب جميل جدا جدا، مفيش اي خرابيش تانية غير ديفو صغير هنشوفه من ورا. الاكسدام الخلفي بس في حتة كده هوت ملزوقة برضو يعني مفيش حاجة. السنسور من الناحية التانية سليم، وبرضو الكساحة بتاعت الاكسدام من هنا برضو هنا السنسور سليم مفيش اي حاجة. وده ظهر العربية من ورا، عربية ما شاء الله. هنلف برضو نشوف النغزة اللي انا وريتها لكم من شوية كده، نفتح الباب مفيهاش اي حاجة زي ما انتوا شايفين. وسكة نص ساعة عند السمكري بتاعك يعني اللي بيدق على البارد كده 10/10. الخربوش ده يعني تسيبه زي ما هو كده ما تعملش فيه حاجة. دي نظرة سريعة برضو على الصالون من جوه، حالة الصالون فوق 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 الممتازة. العربية 2019 ماشية 50,000 كيلو توب لاين كاملة بصمة وسقف بانوراما وتمانية ارباج وطارة مالتي متعددة الوظائف زي ما احنا شايفين. الفرشة حالة ممتازة، العربية استخدام ممتاز، مفيش اي حاجة يعني تعب. الزراير زي ما احنا شايفين هنا هو ده بيأكد ان الاستخدام كان نظيف. بس ده كان فيديو عشوائي النهاردة. لو حبيت تشوف بقى الفيديوهات العشوائية ديت كده هوت كل يومين ثلاثة، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل بس شير للفيديو عشان القناة المشاهدات بقت عليها تعبانة. شكرا للمتابعة، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.